اشتقت لك كتير. وهنا هلا قيك يا باكل الغيبة، يعني بتقولي هيك يا وهنا؟ بعت لك رسالة وصلتك؟ لو والله كتبت لك فيها شغلات كتير. أنا أحسن سامحيك. بالله كان الموضوع غصب عني. ولك اللي بحب أبيسا. بس ما الشغلات الكبيرة. بس قلت لك إنه أنا أسفي. ليش ما بتصدقني؟ بالله بقعيدة. ماشي. ولك اشتقت لك. وأنا اشتقت لي. تعرف شو؟ أول مرة بحياتي بحب الدراسة، ما أدرس من هلق. ولك تقلبي من الضيعة، ضيعة بتسوي شي بلاك. ولك عامر، هنت عمري وحياتي. بالله كنت ما أبكي كل يوم بالفترة الماضية. بالله بقعيدة. وأنا كمان اشتقت لك كتير، وكل يوم كنت مفكر فيك. تخيلي الشام كله وكبرة ما قدرت تخليني أنساكي لحظة وحدي. ولو اشتقت لحكياتك، احكي لي كمان. احكي لي هنت، شو أخبارك؟ أخبارك مع أهليك؟ دراستيك؟ احكي لي كل شيء. هلق ما كتير مهمة أموري أنا، بس هنت قلي، في بنات حلوين كتير بالشام. ولك يا مجنونة، أفي أحلى منك بالدنيا كلها، ما بس بالشام، وحتى باللاتقي. مجال ولك إيه؟ ليكي جاي لعنديك. ولهلق أم نعرف شو بدنا نسوي؟ الحمام كنه صحيح، يعني غصبا عنا بده يحبها. إيه والله، وهجملك على الكافتيريا وما كان ناقص إلا يحمل مسدس ويبلش بالعالم. معناتها بيحبها كتير. كيفك بالله على الحب؟ هلق إذا واحد بيحب وحدي لازم يقوس العالم، يعني هذا واحد مجرم وما يتسلى. وهمام بحب السياسي وما يكتب فيلم سينما. عن شو الفيلم؟ والله ما بعرف، يمكن فيلم سياسي. يا الله رح يطلع الضوء. ما حسينا هيك القعدة معك بتنس الدنيا. قصص المدينة بتجننها. ستي هي حكينا لك كل شيء، ما بقي إلا أحكي لك كيف بنا وشو باكل باليوم والساعة. لا لا حبيبي، أنا بس هيك لحتى أطمن على أخبارك. ماشي طيب يلا قوم انزلي، خلينا نلحق لنا منها كم ساعة. اليوم بدك تسافر؟ إي والله بعد الظهر. طب ما تطول الغيبة، كل خميس تعا. إيه ولك بدك تخربي لي بيتي؟ أنا كل سفرة بتكلفني 75 ليرة، شو قاعد بيع بنك يعني؟ طيب خميس إيه وخميس لا. خلاص تركيها على التيسير، بكرة بس تبلش الدراسة أبقى فيني حك راسي. أماني لا تطول. خلاص ماشي. بديك شيء؟ بدي تضل إلي. غمضي عيونك. ليشو؟ غمضي. ولك ليشو؟ ولك خلص غمضي. تصبح يا أخي. ولك وانت بخير.